شهرية عبالها أنا غبي، تقولي إن ماكو أحد وياها بهاللعبة وإن هي بروحها سوت كل هذا. لا، قاعد تعطيني أوامر. عاد أنتي أكثر واحدة تدرين أنا ما أخذ أوامري من ولا أحد. بس هين باكر أوريك بسوي فيهم وعلمك الشغل الصح، ولا هذه تسجني بتبوق ورثي؟ لا، وتقول هذا حق بناتي. حقي أنا وين عيل؟ والله لأحرقهم وما خليهم يتهنون بولا يوم بحياتهم. بس نطري نطري. لا تعالي انت يا ابوك وين؟ لا لا تفهميني غلط، ابوك ما اذي، ابوك رفيجي وانا ما اذي ربعي. بس ها، بقول لك سر، بس لا تقولي حق احد. اي احد برا عائلة لبهيتاني ما راح اسوي له شيء لانه ما له شغل. لكن ها، اي احد شايل اسم لبهيتاني راح ادمر حياته وحياته هله، راح اخليه يتمنى الموت وهو عايش ومشتاق لك.